بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في الكورس الجديد الذي أسميته Systematic Bacteriology. في هذا الكورس إن شاء الله حنتعرف على كل مفردات الكورس Systematic Bacteriology. وفي نقطة أحب أني أنوه لها في البداية، هناك فرق بين Systemic وSystematic، وكثير من للأسف من الناس يخلطوا بينهم. لو ما نقول سيستميك معناها نحن نركز على الأورغانز، يعني بنعمل كلاسيفيكيشن أكوردينج تو أورغانز. مثلا نتكلم على المايكرو أورغانيزم الموجودة في الكارديوفاسكولار، المايكرو أورغانيزم أو البكتيريا الموجودة في اليو تي آي، أو البكتيريا الموجودة في الجي آي تي، أو البكتيريا الموجودة في الريسبيراتوري، فهي سيستميك. لكن لو ما نتكلم على سيستماتيك هي معناها الكرونولوجيكال. ما معنى كرونولوجيكال؟ معناها ان فيها ترتيب، والترتيب هذا وفقا لخطه. ما معنى ترتيب وفقا لخطه؟ زي ما نتكلم نعمل كلاسيفيكيشن اكوردنج الشيب، نقول في معنى كوكاي، في معنى باسيلاي، في معنى سبايرال، في معنى ميسيلينيوس. فلما نجي نشوف جرام بوزيتيف باسيلاي، جرام بوزيتيف كوكاي، نجي نقول والله معنى جرام بوزيتيف كوكاي ونتكلم عليها، بعدين معنا جرام نيجاتيف كوكاي ونتكلم عليها، وبعدين معنا جرام بوزيتيف باسيلاي ونتكلم عليها، وبعدين معنا جرام بوزيتيف باسيلاي نيجاتيف باسيلاي ونتكلم عليها. ففي ترتيب، ومن هنا سميت سيستماتيك. هذه النقطة اللي عاوز أشير لها. النقطة الثانية إنه إن شاء الله في هذا الكورس حنتكلم على كل جينس، حنتكلم عليه، حنتكلم على الجنرال فيتشرز، ما هي السمات الأساسية لهذا الكورس. بعدها حننتقل للسبيشيز. في كل سبيشيز حنتكلم عليه، حنتكلم على المورفولوجي لهذا السبيشيز، ثم حنتكلم على الكلتشر لهذا السبيشيز، وبعد كده حنتكلم على الباثوجينيسيس، المود اوف ترانسميشن، ثم الفيرولنس فاكتور، وحنتكلم على الباثوجينيسيس لين نوصل للديزيز. بعد كده حنتكلم على اللاب دياجنوسيس لهذا السبيشيز، ثم نتكلم على التريتمنت والبريفنشن. في كل سبيشيز حنتكلم على هذه النقاط. بعد كده ان شاء الله عز وجل في كل محاضره حنتكلم على ايفالويشن. الايفالويشن او التقييم قد يكون في نفس المحاضره في نفس الكورس، او قد يكون بحنعمل له سيشن لوحده، او انا اعمل له تسجيل لوحده، بحيث ان احنا نتاكد او نطمن انه المفاهيم اصبحت واضحه لدى الجميع. النقطه اللي احب اشير لها انه كل توبكس حنتكلم عليه قد يكون في 5 دقائق، اقل من 5 دقائق، بحيث ان احنا يعني نتيجه لمشاكل النت يتاح المشاهده لاكبر عدد ممكن. المهمه اللي اتفقنا عليها وقلنا قاعده انه كل الكوكاي سواء كان جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف نان موتايل نان سبورفول. الستريبتوكوكاي بتترتب في تشين، ليش؟ لانه ديورينج الديفيجن حقها بيحصل ديفيجن في ون لينير دايركشن، فبالتالي بتترتب بشكل التشين. النقطه المهمه جدا في الستريبتوكاينيز انه هذا ما نعطيش الا في الجيفز ويذن 6 اور، يعني الست ساعات الاولى من بدايه الجلطه. ليش في الست ساعات الاولى من بدايه الجلطه؟ لابد ان تكون سيلكتيف، وما يمكنش تنمو البكتيريا مايكوبكتيريوم توبركولوزيس الا عن طريق سيلكتيف ميديا. ليش؟ السؤال الثاني جيف ريزون البرايمري تي بي انفكشن اللي هو الليتنت كانوت سبريد تي بي تو اذرز. ما تقدرش تميز بالتي بي بين التي بي انفكشن والتي بي ديزيز، لكن احنا قلنا ما يهمناش لانه دي ممكن نميزها بالكلينيكال. هنا على فكره واحد ممكن يسال سؤال يقول كيف ما نقدرش نميز بينهم وانت تقول ان التي بي ديزيز مش حيحصل الا اذا حصل اميون سابريشن؟ صحيح، في نقطة مهمة جدا هنا، الانكوبيشن بيريود بتكون سيفرال ييرز، يعني لعدة سنوات. ليش؟ لسببين. الفيرولنس فاكتور الثاني المهم جدا انه موجودة زي ما قلنا في الانتستين وفي الانيمالز، وبالتالي موجودة في السويلز، ولذلك نجي نقول احنا اي حاجة في السويل نسميها البولي مايكروبيال ان سويلز. ما معنى بولي مايكروبيالز؟ انه في عدد كبير من الميكروبات موجود في السويل. طيب ايش معنى هذا الكلام؟ معناها هذا انه بيسهم في توفير وسط انيروبيك كونديشنز. كيف حيوفر وسط انيروبيك كونديشن؟ اول امر لابد من عمليه ووند، يعني حدوث جرح او حدوث ووند. لكن هذا الووند له مواصفتين مهمه جدا، ولا يمكن ان تحدث الاصابه عبر الوند الا بهاتين المواصفتين. المواصفه الاولى لابد ان يكون ليسيريتد. ما حنشوف الجرام بوزيتيف لارج باسيلاي
الملاحظ هنا والكاركترستيك والمهمة جدا إن ما في بص. ليش ما فيش بص؟ لأنه لسبب بسيط جدا. النقطة الثالثة والمهمة جدا إنه إحنا مش اتفقنا إن معنا الثلاثة الـA والبي والإي. الـA هو البوتنت نيروتوكسين، أعنف توكسين في كل الكائنات الدقيقة، في كل الميكروبيولوجي، أعنف توكسين على الإطلاق، هايلي توكسيك، لدرجة إنه من كثر إنه هايلي توكسيك، تخيلوا لو في 1 جرام خلطوه في تانكي ما كبير يكفي ل 14,000 شخص، وشربوا ال 14,000 دول كلهم حيموتوا. لما تحصل لوكالايز على التونسل بتاخذ انكوبيشن بيريود من 2 إلى 5 أيام. وهنا نقطة مهمة جدا، أي أورجانيزم أو أي ديزيز الانكوبيشن بيريود حقه شورت، هذه ما معناها زي ما قلنا على البلاد أجار، وقلنا هنا ديفيكلت، لكن مهم جدا نحن ندخل أو نزرع على البلاد أجار. ليش؟ النقطة المهمة اللي أيضا أشير لها إن شاء الله عز وجل، بإذن الله الكورس هذا حقنا حيكون إن شاء الله حيذاع بإذن الله عبر القناة كل 2 و5 الساعة 3 عصرا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.